ولا من ايام القصيم وانتم مؤذن؟ انا مؤذن مع الغنم. مع الغنم من يوم الله اكثر من 45 سنه ومؤذن ومؤذن مع البعارين. ما شاء الله عليك. نعم. ما شاء الله عليك. ومؤذن عسكري مع اخوياي. ما شاء الله. والان المسجد لنا في هذا بحدود الله اعلم 40 سنه او اكثر. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك. اي مع الغنم كيف كنت بحالك وانت رعى تاذن؟ اي والله الحال. كم كان عمرك تقريبا؟ ولا مني والله يمكن ابو 8 سنين ابو 10 سنين. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. لا مني اذنت يعني الثاني عادي، لا عندي صوت ولا عندي لا من يذنت قامت تشاوش الغنم. سبحان الله. يعلم الله اني اشوفها تشاوش عاد ما ادري هي حكمه من الله ولا الغنم لا اله الا الله تستنكر الصوت. اي صوت مثل يعترض بها الحمد لله يعني هذا عاديه. الحجر يتاثر. اي الباديه كانوا يذنون مع الابل. ما نسمع شوي من اذانك يا ابو صالح؟ والله مطلوب يا ابو صالح. لا سمعته هنا يسمع ابو عبد العزيز وصوره والنويشر. ما صورته لنا ما ارسلته لنا في رمضان. في رمضان لما صام جلس معنا افطر طلبنا منه الاذان. انت كنت موجود ولا كنت منفي؟ يوم في مكه انا يمكن. لا لا انت موجود. لا انت موجود ويوم اني اذنت ويذن الميكروفون هذا اللي فوق منه. وانا تخالط انا وياه ولا ادري وش اقول وهو ما عاد ما ادري. يعني نطلعها ثاني مرة في المقطع. أنا عندي قصة حقت بريدة هذه. أسلم. أنا ولمتها أمس ولعل الجماعة يا رب بريدة وأهلها. أهل بريدة هالقصيم تبارك الله. هذه يا إخواني قصة قديمة يمكن لها 66 سنة. ما شاء الله. حدثات ببريدة وقيل إنها بالقصيم ببريدة وقيل إنها بجنب الجردها. الجردها هذه معروفة اللي هو أسواق بريدة. أي نعم. بحدود الله اعلم فوق الستين ما ادري والله. شريت منها جرده هنا يا ابو صالح. اي نعم انا صرت فيها موجوده الى الان. الى الان موجوده. أيه. نعم تراث حطوه. صار المطر عليهم حوالي 40 يوم. أيه. وهو ديم سبحان هذا مذكور سموها القصيم وخصها البريده سموها سنه الهدام. أيه. الهدام هذه يمكن لها اكثر من 60 سنة ما ادري والله. الناس ما كان عندهم حجر ولا كان عندهم سميت بيوت لا مساجد ولا كان طين من طين في مثل ما قيل. جاء يوم من الايام يقول باخر المربعانيه يقول جت ممطار ديم اخذت عليهم بحدود 40 يوم حتى ان الدنيا ربخت الطين كله نزل سبحان الله العظيم الا العروق. العروق هاي تراها قويه العروق يبنونه كذا على ظهر بعض هم اللبن هذا هو اللي يلين شوي. يسوون هل بريده الخلوه. الخلوه هذه قبو يمكن الاخوان يخبرونا هذا قبو تحت وين المساجد. اي نعم. الناس الاولين ما عندهم ملابس ولا عندهم لا منه جاء الشتاء يدخلون بالخلوه. الخلوه هذه قبو ما لها الا منزال واحد درجه ولابنك دخل داخل له يفوح يهول العقل دافي بالحيل دافي. نعم دافي والسقف قريب ما هو الرجال الطويل يمكنه يدق راسه. ايه. يقول عقب ما انقسى المربعانيه يقول والامطار يقول خفت شوي لكن الطين ما زال انه مترخرخ جدا. يقول صلبوا القبو يقولوا عندهم امام بخير يقولوا دائم تحفهم ولا يطلعون من القبو هذا من الخلوه. قال يوم جاء يوم من ليله من الليالي قالوا صلوا الفجر يقول لو والله يوم توايق عليهم واحده من الدرجه اللي تحول على نفس القبو. تشاهدوا على هالرجل كلهم الحاضرين. قال يوم انه واقع عليهم عقب ما صلوا وهلوا وسبحوا قال اطلعوا اطلعوا بالحوش صلوا على الجنازه قدام تروح. اي يقول بظلام يقول ما عندهم الا سريج عند الامام يقرا عليه بس وغير الدنيا كلها ظلام. بس طل راسه تذي مع الدرجه وقال اطلعوا للحوش برا سرعه سرعه صلوا على الجنازه قدام منها تروح. قاموا كل ابوهم مره واحده قالوا يطلعون بالحوش على وامامهم معهم كل ابوهم كبيرهم وصغيرهم. إيه؟ قال يوم اصطفوا يحترون الجنازه قال الامام رح يا ابن فلان ادخل بالخلوه شوف. إيه؟ اطلعوا الاخوان الموجودين ولا باقي احد خلوا سرعه الجنازة تبي تجينا حال حين. يقول راح وقال والله ما بقي ولا واحد كل ابوهم موجودين. وقفوا شوي وين الجنازة ما جت الجنازة تبي تجي ما تجي. يقول يتردون ويسعى لهم الإمام وين الجنازة أنت من اللي سمعته. قال رجال واقع علينا وقال اطلعوا للحوش سرعة
سرعة صلون على الجنازة قدام تروح. قال أنتم شفتوا؟ قال شفنا رأسه وسمعنا كلامه، هالظهر إنه من أهل الديرة حنا ما نعرفه. قال بين الكلام ذا قال له والله يوم أرجع في المسجد على الخلوة. قال له الخلوة؟ قال يوم إنه حاضر. قال له والله مغرق غبرتها. قال له الرجال طالعين من برا، افزعوا يا عيال عقب ما انتهى الغبرة هذي. في أحد؟ قال الرجال يرسل والله ما بقي ولا واحد، وأنا جنازة دوروا جنازة ما في جنازة. سبحان الله العظيم. قال الإمام يا الربع أنتم سمعتوه؟ قالوا والله سمعنا وتشاهدنا عليه، علمنا. قال بسرعة اطلعوا صلوا على الجنازة قبل تفوتكم بالحوش. واختلفوا فيهم، من قال هذا الله أعلم منه ملك انذار، أو قالوا يمكن هذا رجال مر مع الشارع ويسمع تصر مال الخشب والمسجد يوم منه نزل وعجل عليكم، أو هذا من ملائكة الأرض ما حد يعلم. المهم أن الله سبحانه وتعالى طلعهم من هذا المبنى لحيث أنه انهار آخر، وسلموا كل بهم هالمسجد، ما جاهم لا تعاب ولا شيء أبد. سبحان الله العظيم. والسبب هذا الرجل اللي واقع عليهم وقال اطلعوا لا الحوش برا صلوا على الجنازة قبل تفوت.